اللي هو الوزير اللي أمامه خيار ألا يعمل شيئا وما حدا بيحاسبه. عفوا يعني كل وزير يجب أن يكون له ملف. وأنا كنت في حكومة وآسفة يعني برنامجك بصراحة، بدنا نحكي بصراحة، طبعا يعني أنا لست على استعداد إني خرجت من الحكومة هلأ أبدأ أنظر كيف تعمل الحكومات، لكن اكتشفت إنه باستطاعة أي وزير أن يدخل إلى مكتبه ويقضي هالست سبع ساعات ويمكن ما يقضيهم ويعيش امتيازات المنصب ولا يعمل شيئا وما في حد بالأخير عم بيحاسبني. وتواصلوا مع الإعلام مغلق يعني من البداية. طبعاً هذه بس ممكن إغلاق كل النوافذ الإعلامية وأي طاقة تيجي فينا أي خبر أو سؤال.